فين؟ اسمحوا لي، البرد 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 البرد. شو حنا غادي نشوفوا لو سوجي لو تيتر شويه بعيد عليهم، ما تفهموش فيه، ما كيهمهمش. وليني كنطلب منكم تبقاو حتى الاخر، ان خذوا غير النصيحه، ما عجبتكم هي هذيك، ما عجبتكمش ما تاخذوهاش، غير ما تقولوا ليش امير ما علمناش. المهم انا ليليا غادي نوصل لكم الخبر، وانتوما ديروا اللي بغيتوا. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا، بغيت غير نشكركم على التفاعل المؤخر اللي كان، كنشكركم بزاف، هادشي كيحفزني والله العظيم. غير لو في اللي كنشوف الفيديو كتفرج بزاف ديال الناس، فيها بزاف ديال لايك، فيها بزاف ديال لي كومونتير، فيها بزاف ديال الاسئله، هادشي كيحفزني باش ندير لكم كل مره فيديو افضل من الفيديو اللي فاتت. وكاع الافكار ديال هاد لي فيديو راه كيجيو من عندكم، يعني كل ما نتوما طرحتوا عليا اسئله واقترحتوا عليا مواضيع، انا كنت انسبير من داكشي اللي كتسولوا لي، وكنحاول ندير لكم داكشي اللي باغي نتوما نديرو. دونك راك نتوما اللي كتطلعوا هاد لاشين، القناه راه ديالكم، هادشي اللي كاين. لاحظتم مؤخرا كريبتو كيرنسيز اللي هما العملات الرقميه دايرين بالباله في السوق، وكلشي كيدوي عليهم. بيتكوين عاود طلع ل 18000 دولار، 18000 دولار اللي كان شحال هادي ما عاود وصل لها، هاد القمه هادي شحال ما وصل ليها. من بعد ما كنهبط حتى ل 4000 دولار، يعني هبط بزاف، وشحال من مستثمر مابقاش تايق فيه وخرجوا منه. بغيت نعطيكم التحليل الشخصي بما انني محلل ديال الاسواق الاقتصاديه، و او ميم طون نعاود لكم قصص ديال ناس اللي فريمون داروا بزاف ديال الفلوس من هذا لو دومين ديال الكريبتو موني. قبل ما نبداو لو سوجي ديالنا اليوم، بغيت نقول لكم كاين عندنا سبونسور بوغ هاد لا فيديو، اي لو سبونسور هو لو جروب اي اي ا. هاد لو جروب هذا كيعطي التوصيات، يعني تيقول لك ها فين تشري، ها فين تبيع، ها فين تستثمر. كيديرها بطريقه يعني سواء مانويل سواء اوتوماتيك. عندك الوقت وباغي تعلم، ممكن تخدم بطريقه مانويل. كنتي باغي ما عندكش الوقت خدام ولا كتقرا وباغي تخدم بطريقه اوتوماتيك، هما كيتكلفوا لك كلشي، ممكن حتى هي. دونك انا خليكم لي ليان في لا ديسكريبسيون تحت، كونتاكتيهم وسولوهم على شنو خاصكم، هما غادي يعاونوكم. دابا ندوزو للموضوع ديالنا. في البدايه ديال هاد العملات الرقميه هذه، شحال واحد ما كانش يامن بان هادشي غادي يوصل، هادشي فين وصل دابا في 2020. كانت بدات هاد لا بول ايكونوميك، اولا هاد لا مود ديال الكريبتو كيرنسيز، كانت بدات في لي زاني 2009 2010، وكانت فريمون القيمه كاع ديال كاع لي كريبتو موني، سورتو لا كريبتو موني ميغ او الام ديالهم هي البيتكوين، هي اول وحده تصنعت. كانت بدات فريمون بالثمانيه طايحين بزاف، كانت كتساوي يعني غير فريمون دي سنتيم اي سنتيمات ديال الدولارات. وكانوا الناس كاين اللي كيشري غير بتفليه، كاين اللي كيشري يعني فريمون تاق فيها وامن بها، وتيقول ما تعرف ممكن تصدق، لان كانت القيمه ديالها فريمون هابطه بزاف. شحال من واحد كنبدا هكا، كان دارها غير لعب. ومن بعد ملي وصلت لي زاني 2013 2014، فريمون داكشي كان يعني لو بري ديال البيتكوين تفركع، كان فات لي 500 دولار ولا كيطلع ل 1000 دولار. اي سميتو في اواخر ديال 2017 تماك فين كانت وقعت ديك لابيول ايكونوميك، والبيتكوين كان فات 10000 دولار، وكان وصل حتى ل 18000 دولار الكوين الواحده. يعني نخليكم تصوروا معايا شحال من واحد دار لاباس غير بالبيتكوين. كانوا فريمون كاينين الناس اللي ما كانتش عندهم، كانت عندهم يلا 12 15 سنه، كانوا الناس اللي خدامين، كانوا الطلبه في الجامعه، كل واحد كيفاش كانت لا سيتوياسيون ديالهم، اللي فريمون بدلت لهم الحياه ديالهم، وكل واحد كيفاش استثمر داك الفلوس اللي ربح من 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 البيتكوين. لهذا بغيت حتى نتوما تكونوا على بال وتعرفوا كي هادشي كاين، وممكن انسان يبدل حياته غير بهادشي. ولكن ما كتصدقش لكل شيء، ماشي زعما بانك زعما راك حطيتي راك بلا غدلي غادي تولي مليونير. خاص تعرف بان هادشي تيخصو الوقت، وخاصك تامن بداكشي اللي كندير. وحاجه مهمه تنقولها لكم دائما في الاستثمار، دائما في الاستثمار عمرك تانفيستي شي فلوس اللي محتاجهم، دائما انفيستي الفلوس اللي ما راكش محتاجهم، اللي ما راكش واقف عليهم، اللي ماشي غدا بعد غدا خاص تخلص بهم الكرا، خاص تخلص بهم القرايه ديالك، خاص تخلص بهم الدوايات ديالك اتسيتيرا. نتمنى تكون فهمتوا الفكره اللي بغيت نوصلك. ديما استثمر شي حاجه اللي ما غاديش تحتاجها، باش ما توقفش عليها من بعد، لان الاستثمار فيه لو ريسك، وممكن تخسر داكشي كامل اللي غادي تانفيست. غادي نشوفوا معنا اليوم ثلاثه ديال الشخصيات، والرابعه اللي هي كانت قريبه مني، اللي كانت يعني شفتها بعيني وعشت معايا وقرات معايا، وكان ولا فريمون مليونير من البيتكوين. غنعاود لكم القصه ديال كل واحد، وكل واحد لو سيتوياسيون ديالو، ونحاولوا نتاسبيرو منهم ونشوفوا شنو داروا منين ربحوا ديك الفلوس كامل. الوغ القصه الاولى هي ديال ايويك فاينمان. هي الصراحه القصه اللي عجباني بزاف واللي باغي نعاودها لكم. سي تان كام مولد صغير، كان عنده 12 عام تقريبا، كانت
الجده ديالو كانت ما هكا فرحانه به، ولكن المهم كانت عنده شي ايفيرمون، وكل مره كتعطي سميتو الاحفاد ديالها الفلوس. اي كانت عطات لإيريك 1000 دولار، وكما كنعرفوا اي واحد في الصغر، حنا براسنا في الصغر، اي واحد مثلا غتعطيه الدور مع الفلوس غادي يمشي يخسرها في الحلاوي، في سميتو، في مثلا غيمشي يشري اكس بوكس، بلاي ستيشن، ولا شي حاجه فين غادي يبقى يلعب، المهم شي حاجه غادي يضيع فيها الفلوس. هو لا، هو من صغره ما عرفش كيفاش كان اكتشف البيتكوين ومشى حط فيها 1000 دولار ديالو تقريبا، هي 10000 درهم مغربيه. وفي ديك الوقت ملي كان شراها كان داير البيتكوين داير 12 دولار، يعني تقريبا كانت عنده واحد 100 بيتكوين تما. وكان ديما كيهضر مع والديه، قال لهم الا دار معاهم واحد العهد، قال لهم الا مثلا وليت مليونير من هنا 18 عام واش غتبعدوا مني وما تبقاش عليا، غادي تمشي للجامعه، خاصك دير هذه، خاصك تقرا هذه. قال له صافي، الا وليتي مليونير من هنا، الا وليتي مليونير من هنا 18 عام، ما غادي نقول لك والو، دير اللي بغيتي، انت حر، المهم غتثبت لنا بانك قديتي تخدم راسك ودير الفلوس راسك بلا ما تحتاج داك سميتو، يعني داك لو كورسوس اللي كيمشي فيه كل شيء ديال كوليج، موراه كتمشي لليسي، موراه لونيفرسيتي باش كتخدم اكسيتيرا. هو اتفق معاهم، وفعلا نهار من بعد عامين ملي كان انفيستي هذيك 1000 دولار، ولا تقريبا كان البيتكوين طلع ل 1200 دولار، كانت عنده تقريبا 100 بيتكوين، الا ضربتيها في 1200 تقريبا ولات عنده 120000 دولار. فوالا، ابخي ديك الفلوس شنو مشى دار؟ كريا واحد لو سيت بروغراما هو سميتو بوتنغل. بوتنغل المهم عارف كيفاش كتنطق، المهم بوت بوت بوتنغل، المهم بوتنغل ما عرفتش حتى التسميه هذيك كيفاش درت سماها. المهم هذيك بو بوتنغل، اوكي. المهم دار هذا لو سيت هذا، اي كان شنو لو سيت، شنو كان البيربز ديالو؟ هو اللي عنده شي حاجه ممكن يقريها كيدخل تيكري ان بروفيل، اي تيبقى يعطي هكا دي لوسون ليسنز، يعني تيقري داك لا ماتير اللي تيفهم فيها، اللي تي اكسيلي فيها ايتترا. ابري كان جا واحد البيزنس انجل. البيزنس انجل هو الناس اللي انفيستيو هكا في شركات تكونوا يلاه طارئين، اسلام عنده سميتو لو كونسيبت، كنقترح عليه سوا 100000 دولار سوا 300 بيتكوين. اي جو ليس ايماجيني شنو اختار. بيان سور خدا لي 300 بيتكوين باسكو كان دائما تايق فيه، اي كنعرفو غادي يطلع. اي ملي كنوصل لسميتو وصل 18 العام، سيتي اون 2018، كان تماك فين وصل البيتكوين 18000 دولار. اي جو ليس ايماجيني واش وصل ولا مليونير ب 18 العام ولا لا. ووصل لها ديك الساعات كنقال لوالديه سي بون اي ميد ات، دونك بعدو مني تلقوا مني صافي، انا غادي نكمل فهادشي ديالي، باسكو ممكن نتعلم ملايين ديال الحوايج في انترنت فاشيلمون و غراتويتمون، واحسن من داكشي اللي غادي نلقى في الجامعه. وفعلا دابا راه عاود خدام على مشاريع اخرى، داز في بزاف ديال القنوات الاخباريه بحال سي ان بي سي. دايوغ ملي كان داز في سي ان بي سي شنو قال لهم؟ اي كان براودلي ساي اي ميد ات اند ام نوت جوين تو كوليدج، يعني قال لهم نقدر نقولها بافتخار بانني لقد فعلتها، لقد قمت بها بحثي من الدارجه. المهم جلي في اي ميد ات، درت داكشي اللي كنت باغي ندير، اي ما غاديش نمشي للجامعه هكا قال لهم. اي كمل في نشوف الطريق ديال المقاوله الذاتيه ديالو. هذه هي القصه الاولى ديال اريك فاينمان، ممكن تمشيو تقلبوا عليها من بعد الا بغيتوا تاكدوا وتزيدوا تعرفوا اكثر على هذه الشخصيه هذه. دابا غادي ندوزو للشخصيه ثانية، هي قصة ديالو هي مضحكة، وما كانش هو اللي كاع على هادشي، تتفاجأ بأن واحد النهار ولا تقريبا عنده 1 مليون دولار. هاد السيد سميتو كريستوفر كوش من نوروي. في لاتيس ديالو كان كيتكلم على لو شيفرمون، هي داكشي ديال الترقيم، المهم داكشي ديال المهم داكشي ديال الانفورماتيك. وملي كان تيقلب وكان كيدير لي ريغوشيغ ديالو بالنسبة للقراية ديالو، طاح في أول مرة كيسمع على هاد العملة الرقمية، أول عملة رقمية في العالم. هو سميتو قال غادي نجرب نانفيستي فيها زعما ما ساوي حتى شي حاجه، وسرا 25 دولار. دونك نخليكم دابا تصوروا معايا ديك 25 دولار شحال جابت له من 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 بيتكوين. تخيلوا معايا، تصوروا معايا شحال جابت له. 5000 بيتكوين، 5000 كوين من البيتكوين. يعني صافي شراها ونساها تما، صافي داز الوقت. راه في 2009 هادشي اللي كندوي عليه، كنهضر لكم عليه، في 2009 داز الوقت وفريمون نسى هذاك الشيء كاع كان اللي كان عنده. سيد سال القرايه ديالو، تخرج، مشى تيخدم ايتترا. واحد النهار في 2013 لعقلتو، فين بدات لي ميديا كيدوي على البيتكوين، راه طلع البيتكوين، راه غادي اول عمله رقميه وصلت 1000 دولار ايتترا. وديك الوقت كان وصلت ل 1000 دولار. ومنين شاف داك الشيء عاد كيتسرع، مشى كيقول كي وا راني كنت شريت 5000 بيتكوين، ومشي نشوف هادشي شنو واش بصح طاري ايتترا.
كاين كيمشي تدخل المود باس ديالو كيلقى راسو ساهل. المهم دوز نهار هو تيقلب على داك المود باس حتى لقاه في الاخر قال لك بحال اللي كيدخل المنجم ديال الذهب، تيلقى داك الشيء كامل اللي شرا ولا ساوي تقريبا 900 الف دولار، هي 900 مليون. فوالا 900 مليون. شنو دار؟ سميتو خرج واحد 1000 بيتكوين، مشى سرى بيها واحد لابارتمون واعر في اوسلو في النرويج، وسرى بيها شي تخريبيقات هكا اللي خاصه انه، وخلى 4000 بيتكوين مخبيه، قال نخليها حتى فين تعاود شي نهار واحد اخر يزيد يطلع البيتكوين عاد نبيعها. دونك جو ليس ايماجيني هذا الشيء كان في 2013، دابا حنا رحنا في 2020 والبيتكوين داير 18000 دولار الوحده، وهو عنده 4000. اش شي نحسبوها حنا مالنا؟ الوغ 4000، 4000 بيتكوين 18000 دولار هي 72 مليون دولار. عيب الله، واه بزاف بزاف. دونك ايماجين حتى حنا دابا نطرحوا في شي الت كوين. الت كوين هما دوك لي كريبتو موني الصغار اللي تحت البيتكوين، اي تكون حتى هي ما ساويه والو دابا، تصبر عليها غير واحد 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين وتولي فريمون مليونير غير بهذا الشيء. لو غيف زعما الحلم والله. هذا هو الهدف ديالنا، وحنا غنهضروا على شي من بعد الفيديو. اي دابا القصه الثالثه، هاد لابيرسون سميتها ميستر سميث، وهاد ميستر سميث ما معروفش بزاف، ما كانش كيحاول يبين راسو بزاف ولا يخرج دوي بزاف. مي كانت فوربس، المجله ديال فوربس، جات واحد النهار هاد الكوتي كيدير الصداع، جات واحد النهار دارت معاه انترفيو، هضر لهم على القصه ديالهم وشنو كيفاش كان بدا. هو كان خدام في اونتربريز ديال التكنولوجي في سيليكون فالي، معروفه تما في مجموعين اكبر الشركات ديال التكنولوجي تما. قال لك انا زعما كنت فوالا كنت خدام مزيان، كنت خلص مزيان، اي واحد النهار اكتشف شي ديال البيتكوين وما عرفتش حاجه ديال انفيستي، وبيسكو الصالير ديالي كان كي زعما كي يعني موسع وعندي فلوس زايده غير شايطه. وكنزيد ناكد لكم شتو ديما خصك تانفيستي الفلوس اللي ما عندك ما دير بها، كتكون غير زايده عندك غير محطوطه، واخا ما كاينه شي فلوس غير زايده ولكن ماشي محتاجها ديسي زعما يومين ثلاث ايام ولا غتخلص بها شي حاجه، فهمتي؟ المهم راكم فهمتوا الفكره، فهمتوا الفكره ديروها في بالكم. المهم حط 3000 دولار، وفي ذاك الوقت كان بيتكوين عباد الله داير 15 سنتيم 0.15 سنتيم ديال الدولار، يعني خرجت له شي 20000 بيتكوين، 20000 بيتكوين صافي. و فريمون ساهت ما داس واحد 3 سنين حتى هو في لي زاني ديال 2012 2013 شاب البيتكوين فوالا كي غادي كي 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 كبر بواحد الطريقه اللي ما عندهاش عقلانيه وغير تيكبر. انستا مارشي تري تري فولاتيل اللي يمكنكش تحكم فيه. صافي بدا كيشوف 300 500 600 دولار، قال هادشي راه ما غاديش يبقى هكا، هو تخلع. كان ديك الساعات ولات تقريبا في ديك الوقيته ملي كان كيهضر مع فورس، كانت عنده كانت وصلت الثروه ديالو ل 2 مليون دولار. قال صافي غادي نكاشي كلشي، خرج الفلوس ديالو كاملين، اي فوالا مشى تيعيش بها الحياه. كل مره فين تيسافر نيويورك موناكو لاس فيغاس ايتترا، كان كيضرب لي زوتيل 5 ايطوال، ما كانش كيستخسر حتى شي حاجه على راسو صافي. وتما هو عايش الحياه بداكشي اللي كان ربح. هو اختار يخرج دغيا، ما اختارش يبقى بزاف في البيتكوين، لان كان تيقول ممكن هادشي زعما بحال تقمار، ممكن نعاود نخسر كلشي. اللهم بوغ لوي شاري حاجه ب 15 سنتيم ولات له 2 مليون دولار، راه شي حاجه اللي ما يمكنش، يعني قرر يخرج ومن حقه. كان زعما اون بون ديسيجن، كاين شحال من واحد تيبقى بزاف في ان بلاسمون وفي الاخر تيكون رابح فيه وفي الاخر تيخرج فيه. يعني شي مرات تيخص فريمون تقول تقنع بداكشي اللي ربحتي وتقول سي بون خرج بديك 2 مليون دولار. عيب الله راه 2 مليون دولار دولار كوميم، دونك ما ساهلاش. دونك هادو هما ثلاثه ديال القصص ديال الناس اللي ما كنعرفهمش شخصيا ملي داروا الثروه بالبيتكوين. فوالا هادو هما اربعه القصص اللي كنت باغي نوصلكم، باغي نتانسبيرو منهم نعرفوا شنو كاين دابا. شوف بيرسونيلمون صراحه انا باش نانفيستي بالبيتكوين لا، لان ديجا وصل لواحد لا ماتوريتي اللي كبيره بزاف. واخا ممكن تسري زعما دي فراكسيون ديال البيتكوين، يعني ممكن تسري 500 500 دولار 1000 دولار غتعطيك واحد شويه البيتكوين، ولكن انا جو بريفير ندير بحال اللي داروا الناس الوالف في 2009 2010، نسري دي زالت كوين اللي هما دوك لي كريبتو موني الصغار اللي ما كساويين والو دابا، بحال عندك بحال الاكس ال ام، عندك بحال الريبل، عندك المهم كاين بزاف تنهضروا عليهم من بعد في فيديو مخصصه اللي ما ساويش بزاف. مثلا الريبل دابا كندوي لك عليه، كان البارح في ستوري انستغرام، ودايوغ جو فوز انفيت دخلوا تابونوا في انستغرام وهبطوا ديروا واحد اللايك وكومونتير، سولوني الا عندكم شي اسئله. البارح في انستغرام قلت لكم راه لو ريبل راه ساوي 0.032، وانا ساليت شوف هاد الوقيته هادي تاعي داس واحد جوست سوايع طلع 0.40، ايماجين تقريبا ضرب واحد 10 سنتيم ديال البينيفيس ديال الطلوع زعما، اي راه تماك شحال الناس ضربوا فيها الفلوس.
اي عطيتكم التحليل ديالي في ديك لا فيديو في ديك ستوري، اي تماك الناس اقترحوا عليا ندير فيديو على هادشي ديال الكريبتو موني ونهضروا عليه في اون ديتاي ونوريكم كيفاش غتقدروا تانفيسيو نتوما في الكريبتو موني. هادشي غندويو عليه. انا قلت لكم هاد الريبل صراحه هو اللي كنت كنعرفو مزيان وكان انفيسي فيه، اي كنت سريتو وانا راه عقل في 2017 كان كان يلاه داير شي 17 سنتيم 13 سنتيم وبقى غادي 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 وصلت حتى 3 دولار. وكنت ديك الساعه يلاه ايتوديون مازال حازق ما عنديش فلوس ما عنديش هذا، كنت يلاه تسلت واحد 200 دولار وحطيتها فيه. اي ملي وصلت 3 دولار كنوصل شي 1000 وقيله شي 1500 دولار بينيفيس وما بعتش. كنت كنقول لا والو ما غاديش نبيع غنخليه حتى يوصل ما تعرف ما نعرف انا شي 10 دولار ولا شي حاجه. اي من بعد ما قديت باش كنشوفو تيهبط صدق تخرب شي 200 دولار بينيفيس ولا شي حاجه، ما قديتش الصراحه نبقى كنساين لان راك عارف الطالب ما يقدرش فلوس ماشي ديالي. باش قلت لكم ملي كتكون فلوس ما محتاجهاش ممكن تخليها ممكن تخسرها ممكن اي حاجه، ملي كتكون فلوس محتاجها ما يمكنش تبقى مغامر عليها حتى لهاد الدرجه هذه. صافي خرجت داكشي مي فريمون استبعيني داك سي بور سا قلت لكم ننصحكم تانفيسيو في دوك لي كريبتو مولين مازال صغارين اللي مثلا غتحط فيهم واحد 1000 دولار غتسري منهم واحد 4000 5000 6000 10000 اي تنساهم فريمون تنساهم لان واحد 3 سنين 4 سنين اي ما تعرفون وليو مليونير حتى حنايا من هنا واحد 5 سنين ولا 6 سنين اون سي جامي سي تان ريسك ا بروندر بيان سور لان صراحه ما غيكلفكش بزاف مقارنه مع داكشي اللي ممكن يجيب لك. انا جو لي في او فو ديفوار. دابا غنوريكم الطريقه فيت في فين ممكن ممكن تانفيسيو. المهم عندكم ان سيت سميتو باينانس، انا غنخلي لكم لو ليان تاعو لتحت ممكن تدخل تقيد فيه كتحط فيه الفلوس في الواليت. ما غادخلش معكم ديتاي ديال داكشي راه فريمون ساهل. كنت درت انا شحال هادي تقيد فيه وحط فيه الفلوس وانفيسي فين ما بغيتي. كاين بزاف هذاك هاد الباينانس هذا مختص في العملات الرقميه اللي كتلقى فيه بزاف فريمون بزاف. كاين واحد اخر اللي تنستعملو انا شخصيا هو تي او ماركت، مي فيه غير ثلاثه، فيه البيتكوين ليتيروم و لايت كوين واقيلا ولا شي حاجه بحال هكا. فيه ثلاثه. الوغ هنا كتجي لابليكاسيون، الوغ هنا كتجي لابليكاسيون ام تي 4 او ام تي 5 اللي كان اي كتدخل فوالا هادو هما هنا كيبانوا لك لي كوتاسيون اللي يمكن تخدم عليهم. انا ديجا عندي داخلين لي كريبتو موني هنايا شفتيهم هما البيتكوين لايتكوين ايثيروم. راه شنو كتجي كتجي لهاد البلوس هادي اللي الفوق هنا شفتوها تبارك عليها. اي كتدخل مثلا هنايا كل ما كانش انا ندخلو غادي تلقى هنايا تي او كيبتو كيرنسي ولا شحال بحال هكا. المهم كتدخل مثلا بحال الدوسي هكا كتبقى تاجوتي كتبرك على هادشي وكيبقى يدخل ديريكتومون. صافي غتلقى هنايا مثلا شي داكشي اللي كيتاجوتا كيزاد لتحت. دونك فوالا نتوما انتريسي بلي كريبتو موني عندك البيتكوين عندك اللايت كوين هنايا اي عندك الايثيروم هنايا. دونك مثلا كتبغي تانفيستي في البيتكوين كدير هكا نوفيل ترانزاكسيون ياك اي كتجي فوالا كتشوف لو بري هنايا ديال لاشار. بون ابري ام تي 4 سي ان بو كومبليكي. هنايا كدير الوقيته فين باغي تخرج مثلا كتقول له اون فوا يوصل 100000 دولار سي بون انا جو مكاس نخرج بالارباح ديالي ياك. وهنايا مثلا كتقول له الا مشات هبط 15000 دولار نوقف الخسائر ديالي فهمتوني. فوالا كدير باي او لا سيل سا ديبون سكو تو فو. هادي في هذا في لو تي او ماركت كتخدم ب ام تي تا هو مزيان كنخدموا لينا فيه بزاف ديال المارشي فيه مثلا لي مارشي ديال الاسهم ديال الشركات فيه الذهب فيه المهم فيه فريمون بزاف فيه الفوركس فيه بزاف ديال الحوايج يعني كتقول فيه كلشي كتبقى فيه. كاين اوسي سكرين سي ان بورتفوي الكترونيك تا هو المهم راه كامل الليان ديالهم هنايا غنخليكم لتحت. سكرين ان بورتفوي الكترونيك ديال بحال باي بال ممكن كتعامل بلي كريبتو موني كتسالي تما وتبيع تما فيه شي 4 ولا 5 واقيلا. كاين بيتكوين كاين الريبل كاين اكس ال ام كاين داش داش كوين واقيلا وكاين شي واحد اخر كاين ليتيروم ليتيروم هاد الخمسه هادو هما اللي كاينين. حتى هو مزيان صراحه سي فاسيل باش باش انفيستي فيه وتبيع وتسري فيه. غادي نمشيو لابليكاسيون ديال سكريل سي ان بورتفوي الكترونيك اللي عاودتكم عليه كتبرك عليه فوالا كتدخلو دونك فوالا كتمشي لابارتي كريبتو موني. كيما كتشوف نضر انفيستي هنايا 1000 دولار وعندي ديجا 200 ديال الربح. دونك فوالا عندك سكري كيما قلت لك عندك البيتكوين عندك الايثيروم عندك الاكس ار بي اي بيتكوين كاش اي عندك اللايت كوين اي هاد الاي او اس اكس ال ام صراحه عند بزاف او تي سي عندك الاكس تي زد. المهم فوالا شي هاد الصغيره انا قلت لكم هما الواعرين. هذا اللي داير 0.34 هذا داير 12 دولار واخا كبير شويه. المهم كاين فريمون بزاف 12 هذا داير ب 2 دولار هذا داير ب 5 هذا داير ب 0.09 والو هذا ممكن تسري منه وتخليه بزاف. دونك فوالا كي كدير كتجي مثلا ندير لكم تجربه نيشان فوالا غنمشيو مثلا نسريو اكس ال ام
كدير تبارك عليه كدير اشتي فوالا، غدير مثلا هنايا باغي 50 دولار غادي تعطيني 564. علاش غادي ندير؟ غندير 100 اورو غتعطيني 1132 اكس ال ام. كندير كونتينيي فوالا، غيقطعوا لي لي فخي 1.50 وغتبقى لي فوالا فوالا سي سا اي سي بون. الي او بورتفوي فوالا، غادي تمشي لهنايا غادي تلقى الاكس ال ام. اكس ال ام ها هو عندي فيه 1126. يلا سريتو فوالا، دابا راني خاسر تقريبا 1 دولار ديال لي فري. وهنايا الاكس اخ بي فوالا، هذا فريمون ساهل وزوين. دونك هادو هما الثلاثه اللي كنستعمل انا هيا اللي نقدر ننصحكم به بزاف، هو تي او ماركت او سكرين. بايناس اللي كنتو فريمون باغيين تختصوا في لي كريبتو موني، ماشي الا كنتو باغيين تبقاو في شي حاجه جينيرال. المهم الا كنتو باغيين مهتمين باش نعرف واش مهتمين ولا لا، شي فيديو اون ديتاي على هادشي ديال باينانس، تكون اون ديتاي ونفسركم كيفاش كتخدم، كي دايره لا بلاتفورم، كي دير التسري والتبيع. يعني عطيتكم غير كيفاش ديروا، فهمتوني؟ ما يمكنليش ندخل اون ديتاي في الفيديو باش ما نطولهاش عاوتاني. يعني عاوتاني انت نتوما خصكم ديروا دي ريغوشيرش، مي بغيتوا شي حاجه فيديو غير على ود هادشي ممكن نديرها لكم على حسب الطلب ديالكم. كتبوها لي في لي كومونتير او صيفطوا لي دي ميساج في انستغرام، المهم بينوا لكم كوا باغينها. اي دايوغ نخلي لكم لا نوفيل شات ديال هادشي ديال التريدينغ، دخلوا لها تابوناو لها، تما فين غنبقى نعطي هاد الدروس غراتويتمون بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا التريدينغ. نعطيهم المهم كاع شي كنعرف نعطيهم فابور صراحه الله. دونك دخلوا تما فين غنبقى ندير هاد لو تيب دو فيديو هادو، دونك تابوناو لها يساينوا الجيل. فوالا هادشي اللي كاين الفيديو ديالنا سالات اليوم. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو عجبكم هاد لو سين دو فيديو ديال القصص اللي كنعاود لكم، ونقدر نعاود نجيب لكم بزاف ديال القصص من بعد اللي يكونوا واقعيين. خليو لايك اي ان كومونتير وبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا باش تعاونوني نتحفزوني ندير لكم فيديوهات جداد. نشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله. تشاو.